النقل خالد جبرتي ناحية سباستيان سوريا، يتقدم سباستيان يلعبها الثاني 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 الله. هو البعينين، هو البعينين في أول لمسة يضع الكرة براسه في شباك السيد محمد جعفر. سباستيان سوريا صنع هدف، والآن جاسم البعينين يسجل هدف البيت نادي قطر والبطاقة قطراوية قطرية. شوف الكرة من سباستيان، شوف الرأسية من البعينين، والكرة في شباك أحمد جعفر. 2-0 2-0 الآن نادي قطر يرفع المحصلة، يرفع الفارق إلى 3 أهداف. هدف سباستيان سوريا في الذهاب، هدف موسيلو في الإياب، هدف جاسم البعينين في الإياب. 3